أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، استقبلت الإعلامية مي العيدان الفنانة أمل العوضي في برنامجها كشف حساب، حيث تحدثت الأخيرة عن خلافها مع هيا الشعيبي. وقالت العوضي أن الخلاف مع الشعيبي هو سوء تفاهم، لأنهما شخصيتان مختلفتان كثيراً، لذلك لم يتفقا سوياً. هي حبيبة من شوفي، يمكن صار بيني وبينها مش خلاف، صار بيني وبينها تتش بسيط، سوء تفاهم لسبب شخصيتين مختلفتين، أنا شخصية وهي شخصية، وتحطينا كل يوم مجاملين بعض وبساعة وكاميرا، وانتي تعرفين احنا على الكاميرا كل وحدة تبي تاكل الكاميرا طبعا، تصير هالخلافات. بس والله أضف من قلبها ترى ما في، يعني إلى اليوم ترى بيني وبينها واتسابات يعني حبيبة. لا هو شوفي، يمكن هو في فترة. وقد تفاعل المتابعون مع الموضوع، مشيرين إلى أن مي العيدان تقصدت استقبال العوضي لمهاجمة هيا الشعيبي مجددا بعد خلافهما الأخير. وكانت هيا الشعيبي قد أثارت الجدل مؤخرا، وذلك بعد خروجها باكية في فيديو قصير، مشيرة إلى أن إحدى المشهورات تناولت أبنائها في برنامج تلفزيوني، معتبرة أن الموضوع تخطى الحد وأصبح نوعا من الإساءة لها كأم. وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول هوية المشهورة وكيفية تناولها لأبناء هيا الشعيبي في مادة تلفزيونية، قبل أن تشير الإعلامية الكويتية مي العيدان في تدوينة مقتضبة إلى أنها المقصودة في حديث مواطنتها. وقالت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات: واحدة تقني بعيالي في برنامج، أنتوا ترضون الأمهات؟ يعني حتى عيالي دخلتهم بالسالفة، إيه أخذ عيالي لأني أحب عيالي، ما أعرف أعيش بدون عيالي لأنهم صغار وأنتوا شايفين الخدم، أنا حاطة لعيالي 4 خدمات ورغم هذا أحاتيهم بلقمتهم ولبسهم، يعني المتى هذه البرامج اللي تنزل تقبل أوادم؟ تطقني بعيالي ببرنامج، أنتوا ترضون الأمهات؟ يعني حتى عيالي هذه دخلت عيالي بالسالفة، هي أخذ عيالي لأني أحب عيالي، ما أقدر أعيش بدون عيالي منهم صغار، أنتوا شايفين الخدم، أنا حاطة حق عيالي 4 خدامات ومع هذا أحاتيهم بلقمتهم وبلبسهم. يعني ليه متى البرامج واللي تنزل الطق الأوادم؟ بدورها قامت العيدان بالرد بقوة على الكلام الذي خرج من هيا الشعيبي عنها، ونشرت مي العيدان عبر حسابها الرسمي على سناب شات مجموعة من التصريحات التي اعتبرت بمثابة رد على هيا الشعيبي. وقالت العيدان: اي والله افكر اغير برنامجي بس ما اسويه طبخ، افكر اسويه برنامج اسمه سجن النساء، وسوي حلقات على المشاهير اللي انسجنوا بالسجن المركزي أو بقضايا غير أخلاقية بمجتمعنا، أحس البرنامج بكسر الدنيا، أنا ما أحب برامج الطبخ لأني مسوية رجيم طول السنة. وأضافت العيدان: من ذكرياتي مع الفنانة هيا الشعيبي تعود للعام 1995 بمسلسل مسابقات أم عوينة، كانت واقفة بالكواليس تقرد وتحش فيني وأنا واقفة وراها ومو شايفتني دون معرفة مسبقة، ولما اكتشفت أني واقفة وراها قالت لي أنتي ماي، قلت لها إيه ومشيت. وعن عدم استمرارها بالتمثيل قالت: عن عدم استمراري بالتمثيل يا أستاذة هيا، أعتقد أني تكلمت وقلت أن السبب أمي الله يرحمها اللي أنت غلطتي فيها بال2015 وهي ميتة. وختمت مي العيدان حديثها بالقول: الله يعينك على نفسك وإذا على العيال يا مدام اللي تعايريني وتتشمتين أني ما صرت أم ولا عندي عيال، بس للعلم أنا ما أبي يكون عندي عيال، وقراري وهذه أرزاق، لا تتجبرين برزق الله قادر ياخذه منك بلحظة.